بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين. احنا كنا قبل ما نتوقف عملنا 7 محاضرات في اللغه المصريه القديمه، اللينكات يمكن موجوده على الفيديو اللي انا اتكلمنا ان احنا هنقدم فيه. الحقيقه مجموعه كتيره من اصدقائي وزمايلي واصحابي يعني من المرشدين ومن المهتمين باللغه المصريه والاساتذه قالوا يا ريت نبدا نرجع تاني نكمل. فان شاء الله هنبدا كده مع بعض واحده واحده نرجع تاني، بس كل اللي برجوه ان احنا نكون في المراحل يعني في الاسبوع اللي فات ده بصينا على اللي فات كده وبدأنا الدنيا تمشي ازاي. النهارده هنشتغل في موضوع صغير جدا، يعني موضوع مش هنطول فيه. المصري القديم كان فيه عنده حالات بيعمل فيها، لو نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. المصري القديم في القواعد النحوية بتاعته علمنا صيغة لطيفة ازاي كان الخبر ممكن يتقدم على المبتدأ. الخبر يتقدم على المبتدأ يعني ايه؟ يعني انا المعتاد زي ما شرحنا يمكن في الفيديوهات اللي فاتت ان الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، والمبتدأ اسم او ضمير، والخبر اسم او ضمير او صف، بيبقى فيه مجموعة من الاشارات او العلامات. لكن امتى الخبر يجي قبل المبتدأ؟ إذا كان أول حالة إذا كان الخبر صفة، إذا كان الخبر صفة، بمعنى إن أنا لما أجي أقول في العربي رجل جميل، رجل اسم وجميل صفة. لو قلت جميل الرجل، هنا الصفة سبقت الموصوف، حالة سبق الصفة للموصوف، إذن تحولت الجملة إلى الصفة إلى خبر صفة مقدم، والمبتدأ يبقى مؤخر. نقولها بالهيروغليفي بقى مع بعض، نشوفها كده مع بعض بالهيروغليفي ممكن تتقال إيه. يبقى إذا كان الخبر صفة، طيب إذا كان لو أنا جيت قلت ست يعني امرأة، نفرت ست، نفرت امرأة جميلة، امرأة جميلة، يبقى امرأة هنا ناون او اسم، والاسم هنا او نفرت ادجكتيف. لكن لو جيت قلت بقى نفرت ست، نفرت ست جميلة المرأة او جمال المرأة، في الحالة دي أصبحت نفرت، آسف أحط هنا تي عشان هي المؤنث منها، نفرت أصبحت هنا الكلمة اللي بتعبر عن معنى خبر صفة مقدم. الخواجات ده بيقولوا لنا كلمة غريبة أوي، بيقولوا لنا adjective logical adjective. logical هنا يعني منطق، هي مش منطق إن الخبر يسبق المبتدا. فاحنا دايما هنخلينا في النطق المصري بتاعنا او الترجمه العربيه بتاعتنا اللطيفه، خبر صفه مقدم والاسم بعديها مبتدا اتاخر عن مكانه. وعندنا مثال حتى جاردنر كان مقدمه لنا لطيف، بيقول نفر سا جميل الابن، سجم اف سخر لما يسمع النصيحه، يعني الابن اللي بيسمع النصيحه ابن جميل. لما يقول نفر سا جميل الابن، جميلة للبنت، وهكذا. إذا أصبحت الصفة بتسبق الموصوف في الحالة دي، لو سبقت الصفة الموصوف يبقى أصبحت خبر صفة مقدم. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية الأكثر شيوعا في الجملة، ودي بالمناسبة جت لنا في القبطي وجت في حاجات كتير، بل إنها جت في بعض يعني هنقربها بحاجة كده عشان ما ننساهاش خالص. الكلمة دي، الأداة دي، ده حرف البيه طبعا كلنا عارفينه، دي الواو، دي اسمها بو. بو معناها إنه، إنه كوبيولا بنقول عليها أداة. بو دي بقى يعني إيه؟ في حاجات نقول عليها زي ما نكون بنحفظ استمب. قبل بو خبر مقدم، وبو مبتدأ مؤخر، واللي بعدها بدل. البدل، بدل يعني ايه؟ اما اجي اقول
مثلا خالد غريب استاذ الاثار المصريه في جامعه القاهره، رئيس قسم الاثار اليوناني. هنا شوف لو انا شلت اي واحده من دول هيحل محلها التاني وهتبقى قايمه مكانها. هنا لو انا جيت في جمله لطيفه شويه ومشهوره قوي جت في القبطي بس هقولها بالهيروغليفي، هنقولها هنا اينك. فلو حضراتكم فاكرين اينك ده الضمير الاندبندنت اللي معناه الضمير المنفصل، انا بو انه انا. لاحظتوا هنا الاندبندنت بروناون يجي خبر مقدم، يجي خبر مقدم، والبو جايه مبتدا مؤخر. هنكتب الاسم هنا بقى جوزيف. فاكرين حضراتكم في الكتاب المقدس انه انا يوسف في القبطي جت انا انه انا يوسف، حتى في القران بسم الله انه انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليه. هنا الإنك اصبحت انا انه يوسف. لو انا شلت البو هنا هيبقى يوسف بدل منها. يبقى الحالة التانية ان بتجيلي بو وبتستخدم للتعبير عن المبتدأ المؤخر او الكلمة اللي بتيجي بتدي معنى انه، وما يسبقها هو الخبر. المفروض اقول انه انا، لكن هو المصري بيقول جميل. مثلا اقول نقول جملة تانية حتى نقرب منها شوية. لما تقول سا يعني ابن، بو نتر، صابو نتر، إنه الابن الإلهي. يبقى هنا الصا هتبقى الخبر والبو إنه الابن. يبقى المفروض دي هتبقى هنا المبتدأ ودي الخبر، بس الخبر هنا طالما جت بو أصبحت تيجي بعديها، تيجي اللي قبليها يبقى الخبر المقدم. إذا لو الصفة سبقت الموصوف بقت خبر مقدم، لو جت بو اللي قبليها دايما يبقى خبر مقدم. الاستخدام الثالث جملة لطيفة جدا، ويمكن الفيديو النهاردة أنا بتكلم على القاعدة الصغنططة دي قوي بدون ما ندخل فيه تفاصيل، لان ان شاء الله تعالى بعد يمكن محاضرتين او ثلاثه هنبدا نشتغل مع بعض بحاجه من الصيغ، نشتغل على صيغ مصريه ازاي المصري كان ممكن يكتب صيغ اساسيه. الحاله الثالثه الاداه دي. احنا كنا اتكلمنا مع بعض على النفي، وقلنا ان النفي عندي في مصر القديمه نوعين، العلامه دي بننطقها ان. حضراتكم لو شايفين العلامة، أنا لما بكلم حد بكلام مش ظاهر في الصورة برفع كتفين لو أنا بجهل شيء. إن معناها نط و نن، إن ونن. الإن والنن ده نفي قابل للإلغاء، يعني أنا إيه؟ أنا مش رايح المشوار ده، يقوم يضغط عليا حد، لا هتروح مش عارف إيه، طب هروح. حضراتكم لو خدتوا بالكم، أنا آسف بس عشان عندي دور برد. حضرتك هنا تحولت من حالة الرفض لحالة القبول. إذن هنا النيجيشن بارتيكل أداة النفي، وتيجي مع الجملة عادية جدا، الجملة الإسمية أو الفعلية حسب استخداماتها. طيب لو أنا عندي بقى عاوز أقول مش هعمل ده نهائي، أقول لا مش هعمل، بقول كلمة إن إن سب. ان سب يعني نيفر. وبعد بالمناسبه بنقول عليها هنا نيجيشن نفي مطلق، وبعدين بيجي بعديها ايه بقى؟ بيجي بعديها صيغه فعليه. هنخليها نقول مستحيل اتكلم معاه، مستحيل اعمل، مستحيل اقول، مستحيل اسوي. اصبحت هنا الان سب مش نفي، اصبحت نفي مطلق، نفي نهائي، ينهي شيء غير قابل. طيب انا بس قدمت ده عشان اوصل للنن. النن معناها نط، لكن ممكن يكون من بين معاني
نن في المصري القديم يكون من معاني نن، اللي دايما بنتعلم حاجة خلونا نكون ماشيين مع بعض أفهمها من المعنى الجملة، بيكون معناها without، بدون، without، بدون، بدون. هنا الكلمة دي في النصوص المصرية القديمة ليها معنى مهم. طب أخد مثل كده لطيف، هقول المثال اللطيف ده. طبعا كلنا عارفين الفاس اللطيف ده أو العلامة دي علامة مر، مر، مر يعني يحب. إيه اللي مننا بص على المحاضرات اللي فاتت هيعرف إن ده الضمير المتصل أنا اللي بيجي فاعل مر كمت، كمت اللي هي مصر أو الاسم الأكثر شهرة. مر كمت هنا فاعل مر وفاعل أنا وكمت مفعول به. الجملة هنا سليمة اهي، فيهاش أي مشكلة. تيجي بقى نقول، نيجي في نهاية الجملة نقول الجملة دي أحب أنا إيه؟ مصر. تعالوا نكمل. نن، الكلمة دي أو العلامة دي اسمها علامة جر. ده مثال مشهور جدا يفهمني المعنى دي. جيرو معناها حدود. أحب أنا مصر لا حدود، يعني بدون حدود. هي هنا نن يعني لا، بس بتقرب لمعنى لا. في الحالة دي نن هنا اترجمت بمعنى بدون. أحب أنا مصر بلا حدود، without limits، بدون حدود. يبقى في الحالة دي طالما جت لي نن دي بمعنى بدون أصبحت خبر مقدم وجيرو مبتدأ مؤخر. إذا المصري القديم من تفريعات الجملة الإسمية عنده اللي احنا اتفقنا أساسا فيها إن الاسم مبتدأ، المبتدأ يكون اسم أو ضمير، الخبر يكون اسم أو ضمير أو جملة. بالمناسبة ممكن جدا إن الخبر يكون جملة، يعني أقول جملة وبعدين أقول كذا وبعدين أدخل أقول في محل إعراب، نفس التعبير في محل إعراب بالعربي موجود عن أقولها يوزد آز، كانت تستخدم كان. هنا المصري حالات له عبر بيها إن الخبر لازم يجي قبل المبتدأ في الجملة، يجي كمان الخبر قبل المبتدأ في حالة رابعة نادرة أوي. لو سألت أي واحد فيكم محمد اسمك إيه؟ محمد، هو المفروض يقول إيه؟ اسمي محمد. محمد هنا خبر، اسمي مبتدأ ومحمد خبر. لكن المصري القديم عمل دي كمان للتعبير عن معنى الخبر يتقدم المبتدأ، كان يقولي، ودي هنقراها في كتير من التكست لما نبتدي ان شاء الله مع بعض كده. لو قرينا بعض القصص يتكلم على الاشخاص ويقدم نفسه، لما يجي وين امون يقدم نفسه وين امون رن ايه رن، احنا اتفقنا معناها بالهيروغليفي اسم. طيب نقول اي حد بتاح، بتاح رن اف. هو هنا الجمله بتقول ايه؟ بتاح اسمه. هو الطبيعي اقول ايه؟ اسمه بتاح، بتاح يجي الاسم الاول. لكن المصري القديم زي ما بقول لحضرتك، انت حضرتك لما بتتسال او بتتسال او اي حد فينا بيسال اسمك ايه؟ خالد. المفروض اقول اسمي خالد. خالد هنا لو انا جيت اعربتها في الجمله هي خبر لمبتدا محذوف اللي هو رن، فالمصري خبر لمبتدا محذوف اللي هو رن، فالمصري القديم هنا كان بيحط بقى في الحاله دي رن بعد الاسم. اذا باختصار جدا الجمله الاسميه يتقدم فيها الخبر على المبتدا في اربع حالات اساسيه يقدروا ان هم يمهدوا لينا ازاي اتعلم بالسهوله ده. الأولى إذا كان الخبر صفة. اثنين إذا كان المبتدأ هو بو ومعناها إنه. ثلاثة إذا كان الخبر هو نن بمعناها without،
أربعة إذا كان اسم شخص يستخدم كلمة رن بعد رن بمعنى اسم بعد المبتدأ. إذن إحنا هنا أمام قاعدة مصرية قديمة عبر فيها المصري عن لغته بشكل كويس قوي، قدر أن يوصلني فيها لقاعدة نحوية خاصة بالجملة الإسمية وهي حالات تقديم الخبر. طيب خلوني مع حضراتكم اشوف المحاضره اللي جايه ان شاء الله. انا يمكن النهارده قلت فعلا يمكن في قبل ما ابدا بفكر نشتغل مده طويله، ففكرت ان احنا نبدا بحاجه قصيره، قاعده صغيره نبدا نفكر فيها، نبدا نرجع كمان للي احنا اخذناه قبل كده بعد اذن حضراتكم ونبص فيه. هكون سعيد جدا لو ان وصلني اي تعليقات اي حاجه ان احنا تكتبوا التعليقات بتاعتكم، قولوا لي والله لا انا مش فاهم دي، عيد دي المره، هنخليها كانها محاضره، عيد دي المره الجايه، ابدا بدي المره الجايه. لكن قبل ما امشي لازم نقول لبعض كلنا بالمصري القديم الجمله الشهيره بتاعتنا هيرو نفر يومكم جميل. شكرا جزيلا.